نجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع أستاذ عباس الطرابيلي عن جمال رمضان، عن المسحراتي والفوانيس والزينة اللي بتتعلق في شوارعنا في كل رمضان. رمضان ما بيكتملش إلا بالابتهال، إلا بصوت النقشبندي. ما ينفعش كده نحس بالأجواء الرمضانية من غير ما نسمع ابتهالات دينية، صوت الشيخ النقشبندي، الشيخ نصر الدين طبار، الابتهال ومديح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أهم التفاصيل في شهر رمضان الكريم المبارك. النهاردة معانا فريق أو فرقة متخصصة في الإنشاد الديني، لفت يعني مسارح مختلفة على مستوى الجمهورية وقدمت عروض مختلفة للإنشاد الديني والمدح النبوي الشريف. معانا فرقة بني الزهراء للإنشاد الديني، الأستاذ سيد أبو الحجاج المنشد. أهلا بيك أستاذ سيد، منورنا. ومعانا كمان أستاذ أحمد محمد، هو من أعضاء الفرقة، هما بيمثلوا الفرقة. الفرقة عدد أعضاء أكبر بكتير، لكن يعني منورنا النهاردة الاستوديو. طبعا يستعمل حبايب كتير، لكن أنتوا النهاردة مشرفينا ومنورنا. أهلا بيك أستاذ سيد، وأهلا أستاذ أحمد. وخلينا قبل ما نتكلم، عن دايما بحب يعني بنتكلم في غنى، بنتكلم في ابتهال، بنتكلم في كده، نسمع الأول ونستمتع أكيد بدي نتكلم. سمعونا حاجة الأول. حاضر. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ بي سوى حلول الحادث العامم، ولن يضيق رسول الله جاءك بي. إذا الكريم تجل باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت، يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت، إلا الكبائر في الغفران كاللمم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم، والطف في عبدك في الدارين إن له صبرا صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. سيدنا النبي صلى عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل على محمد. يعني ما شاء الله صوت قوي جدا، وصوت قوي مؤثر، وفي احساس كمان. المنشد هنا الديني او الانشاد الديني محتاج ده، محتاج الصوت يبقى قوي، لانه انت بتعتمد فقط على الحنجره. تمام. وكمان في نفس الوقت لازم يبقى في درجه الاحساس اللي توصل بيها، خصوصا لما يبقى في كلمات قصائد للبصيري في البرده مثلا، او ابن الفارض، او الاسماء الكبيره اللي احنا بنسمعها. واهم حاجه بالنسبه للانشاد الاحساس بالكلمات والروح. ممكن في يعني بعض المنشدين او الناس العظام كان دايما بيعتمدوا كله على الاحساس والروح بتاعه. مقامات الصوت عندهم كانت يعني بسم الله ما شاء الله تدرس حاليا دلوقتي. السيد نقشبندي، الناس الطوبان، الناس الفاضل، محمد عمران، طارق فشلي، الناس الكبار دي كلها. بس اهم حاجه الانسان الانشاد يعتمد اساسا على الاحساس. طيب احمد، انت شكلك يعني صغير السن، يعني مش هقول، لكن انت منضم جديد للفرقه ولا انت قديم للفرقه؟ ليه اسمها بني الزهراء؟ يعني ايه سر التسميه؟ قول لنا كده، اتكلمنا شويه عن الفريق. هو بالنسبه لبني الزهراء، الحاج سيد هو اللي مسميها الاسم ده. احنا نعرف بعض مش من زمن طويل. وبالنسبة لشغلي في الفرق، هو كان والدي موجود ما زال يعني الحمد لله مقرئ ومنشد، فكنت بشتغل معاه. فانت سبت والدك رحت لعم سعيد برضو؟ ده كلام ما سبتوش، لا ما سبتوش، ربنا يديله الصحة. ربنا يديله الصحة. اخويا الحاج سيد اخويا الكبير برضو، وعرف والدي يعني اكتر من اهلي يعني. طب سر التسمية بقى بني الزهراء ليه يا حاج سعيد؟ والله سر التسمية فهو حبا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أبد الصلاة والسلام يا رب العالمين. بني الزهراء. طب هنا عايز أسألك بقى، لأن احنا في كل رمضان يا أسماء نحب شيخنا النقشبندي. وتحس كده إنه هو الوحيد اللي مسيطر على وجداننا كمصريين، يعني كل سنة شيخ رفعت في الأذان وفي القرآن قبل المغرب، والشيخ نقشبندي أو النقشبندي في الابتهال الديني. ايه سر خصوصيه وقدره النقشبندي؟ وهل مدرسه النقشبندي احنا بعد كده شفنا اصوات تانية مختلفه او مدارس تانية ما بعد النقشبندي، ولا احنا لسه مرتبطين فقط بالنقشبندي؟ احنا لسه بنتعلم من الشيخ سيد النقشبندي. حتى لو في مدارس، مهما كتر عدد المدارس او المنشدين، بس برضو الناس دول هم اساس كل شيء. ولسه بنتعلم من مدرسة السيد نقشبندي، من كل الناس الأفضل، بمقامات الصوت، بكل بإيصال الإحساس، بكل حاجة. يعني ممكن تغني لنا حاجة نقشبندي؟ بس حاجة مش مشهورة، احنا دايما عارفين طبعا لك يا سندي بس بالعكس، انا بحب اسمع الحاجات المشهورة اللي احنا حاضرينها. ممكن حاجة تانية ما نكونش عارفينها للنقشبندي. دي هي المعروفة بتاعت رمضان. معلش اسماء يعني. لا طبعا نجرب. لا هو في يعني في حاجات كتير، قصائد كتير غير مولاي. غير مولاي، وفي حاجات اللي غير السيد النقشبندي يعني لبعض الناس اللي فممكن طبعا يا ريت اتفضل. طيب من مثل احمد في الكونين نهوى. من مثل احمد في كونين نهوى. الله الله الله. بدر جميع الورى في حسنه تاهو. من مثل أحمد في الكونين نهوى. الله الله الله. بدر جميع الورى في حسنه تاهو. الشمس تخجل من أنوار طلعته. الله الله الله. حارت عقول الورى في وصف معناه. من
مثله أحمد في الكونين نهواه. الله 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 بدر جميع الورى في حسنه تاهو. تبارك اللهم أحلى شمائل. الله 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 حاز الجمال فما أبهى محياه. من مثل أحمد في الكونين نهواه. الله 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 بدر جميع الورى في حسنه تاهو. هذا مليح وكل الناس تهواه. الله 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 وسائر الخلق في أوصفه تاهو. من مثل أحمد في الكونين نهواه. الله 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 بدر جميع الورى في حسنه تاهو. يا رب وادي النقاء يا أهل كاظمة. الله 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 في حيكم قمر في القلب مأواه. من مثل أحمد في الكونين نهواه. الله 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 بدر جميع الورى في حسنه تاهو. صلى عليه إله العرش ما طلعت. الله 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 شمس وما قد حدال هادي مطاياه. من مثل أحمد في الكونين نهواه. الله 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 بدر جميع الورى في حسنه تاهو. من مثل أحمد في الكونين نهواه. الله 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 بدر جميع الورى في حسنه تاهو. حلو قوي حلو قوي. الله الله بجد. طيب حفلاتكم بقى واستقبال الجمهور ليكم، شايفين ان احنا لسه كنا يمكن بنتكلم فقره قبل كده الفرق بين رمضان زمان ودلوقتي، شايفين في اهتمام لسه من الناس الى حد ما بالانشاد الديني والناس بقت بتفهمه والناس بتستقبلكم الاستقبال اللائق زي زمان، ولا شايفين في تغير والذوق العام الى حد ما ما بقيناش بنستقبل؟ لا والله هي يعني هي مساله الروح. روح زمان تختلف عن دلوقتي. تمام. بس ايه الاختلاف بقى؟ ايه اللي بتحس؟ الاختلاف في الاحساس اولا يعني ايه؟ يعني الناس بدات من الداخل تبقى حاجه ان الله لا يغير مقام حتى يغير ما بانفسه. بدات ناس تغير، مفيش حب، مفيش صفاء زي زمان، مفيش يعني ايه العادات والاخلاق اللي احنا تربينا عليها منعدمه، الحياه يعني 80-70% منعدم. الادب ما فيش، تلاقي النهارده الصغير بيغلط في الاكبر منه، ما فيش احترام، ما فيش تقدير لاي حد. لكن كانشاد في الفتره دي او في الايام دي بالذات يعني بقالها بالظبط من سنه ونص او سنتين، لا في اهتمام وفي اقبال بالذات الشباب اللي هم من اعمار مختلفه. عندنا لما بنعمل حفلات بيحضروا من اعمار 18-23-30-45-50-60، ففي اقبال على الانشاد وبناس بدا الناس تتفهم بان هو الروح الحاجه الوحيده. الشباب كمان بيفهم استاذ سيد
الانشاد نفسه، ان بعض الاحيان او كتير طبعا من الاناشيد بتبقى قصائد صعبه شويه، يعني بنتكلم على البوصيري او بنتكلم على ده، في قصائد ابن الفرد اصلا يعني كلمات لغه عربيه صعب ان هي دلوقتي يعني. الشباب بيفهم يعني عنده بيعرف بيتذوق القصائد دي ويفهمها كويس مع الحاجات الحديثه يعني في استحداث حاجات يعني ايه بعض الصالحين اللي هم انتقلوا وليهم باع طويل يعني باجتماع مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالفيض يعني كان إذا باجتمع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال الحاج أحمد أبو حسن أمثال ناس كتير كان هما في فيض بيمدح وهو سيدنا النبي واقف قدامه. طيب خلينا نخرج لفصل نرجع بقى نسمع ونستمتع بإنشاد ديني وعلى الصبح كده الواحد يملى نفسه حاجة روحانية طاقة روحانية جميلة كده بعد الفصل. جميل الحوى الجمال جميعا وجميل الجمال لا يسام لك مشي يا سيدنا النبي خفي لك في الصخر غاسة الأقدام لك صدر يا سيدنا النبي كلام ربك فيه علم فيه علم فيه علم وحكمة واحتكام لك صدر يا سيدنا النبي كلام ربك في علم وحكمة واحتكام يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي ما لنا غيره هو ساكن في القلب جوا ما لنا غيره هو ساكن في القلب جوا ده حبيبنا وروحنا هو وضمنا سيدنا النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي أكحل العين باسم أدعج حلو المباسم أكحل العين باسم أدعج حلو المباسم سيدي يا أبا القاسم علمنا يا سيدنا النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا
يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي نور المصطفى أحمد نور أزلي صمد نور المصطفى أحمد نور أزلي صمد أول ما ربي أوجد نورك يا سيدنا النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي سيدي يا أبا الزهراء يا رضا الجه نظرة سيدي يا أبا الزهراء يا رضا الجه نظرة يا صاحب الخضرة ادعينا يا سيدنا النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس شكرا 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 شك